يا جماعة خلونا نتكلم عن الكوليسترول، هو زين ولا لا؟ يقولون في نافع في ضار، حلو. يعني هل الله سبحانه وتعالى يبي يحط لنا شيء ضار بالجسم؟ من الطبيعي لا. شفتوا هذا الضار؟ هذا لا، فوايد وايد يا جماعة. أول شغلة، هرموناتنا تتصنع منه، تسترون استروجين. من وين؟ شنو؟ من الكوليسترول يا جماعة. الصفرة، الصفرة من شنو؟ الصفرة اللي موجودة بالمرارة هي اللي تكسر الدهون. من شنو؟ من الكوليسترول. يعني مهم مهم، ولكن زيادته بالشرايين مضر. زين ليش يزيد عندنا؟ انا اقول لك ما يزيد، هو بروحه. شوف الكوليسترول يا جماعه هو يصلح الخلايا المكسوره، هو يصلحها، يصلح الخلايا التالفه، وايضا شنو قلنا؟ طبعا يصلح لنا هرموناتنا، وايد فايده. زائد شنو يا جماعه؟ اي مكان فيه التهاب بجسمك اول واحد يطلع منه الكوليسترول. يعني انا عندي ثلاث التهابات، كميه حق ثلاث التهابات، جسمي كله التهابات، طول ما في التهابات بجسمك الكوليسترول راح يروح، راح يطلع بكثره. زين لما انت تروح المستشفى تقول حق الدكتور والله انا فيني كوليسترول عالي، شنو تبي الدكتور يسوي لك؟ يشيل لك الكوليسترول؟ لا، راح يوقفه. يوقفه هل دايم؟ لا، لازم انت تعرف تقلل الالتهابات. شنو بحياتك قاعد تسوي التهابات؟ اكلك مو صحي، ما تنام عدل، ما تسوي رياضه، هذه كلها التهابات. فطبيعي الكوليسترول راح يطلع لانه هو بيصلح، ولكن زياده الكوليسترول مع الدهون اللي انت قاعد تخربط فيها هني تسكر الشريان وهني تسوي لك تجلطات. عرفنا يا جماعه؟ لعب الكوليسترول؟ لا، ضبط اكلك. شنو قلنا؟ طول ما عندك التهابات الكوليسترول راح يطلع. يعني الله يعطيه العافيه يا يصلح، ولكن زيادته منو سوى هالزياده؟ انت. عدل نظامك، خل اكلك صحي، وروح سوي فحص حق الدكتور، راح يشوف الكوليسترول نازل، يمكن حتى الحبوب راح يقول لك لا تاخذها. ليش؟ لانه ضبط الكوليسترول عندك. عرفنا يا جماعه؟ ضبط اكلك.